أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مرة أخرى في الجزء الثاني من نقاش غرفة الأخبار مباشرة من قناة البلاد، والذي نخصص هذا الجزء إلى إطلاق المبادرة الوطنية قافلة شاب فكرة، والتي تم إطلاقها بالأمس من فندق سوفيتال. هذه الفكرة التي تأتي دعما لمشاريع وإبداعات الشباب عبر كامل التراب الوطني. ولمزيد من المعلومات حول هذه المبادرة الوطنية، نسعد اليوم باستضافة صاحب المبادرة والمدير العام لمؤسسة ام بي للخدمات، السيد أنس بن طيب. صباح الخير. صباح الخير مولود، صباح الخير لكل مشاهدي قناة تي في. شكرا لكم على الدعوة. أنيس بن طيب، في البداية ربما الرأي العام سمع البارح وشاهد الانطلاق الرسمي لقافلة مبادرة شاب فكرة عبر التراب الوطني، هل أن تنير الرأي العام في فكرة هذه القافلة أو الهدف منها؟ طبعا مولود، البارحة تم انطلاق رسمي لقافلة الشاب فكرة بحضور السيد وزير وعدة ممثلين وزارات قطاعية عندها علاقة مباشرة بالمقاولاتية وبالشباب وبريد الأعمال، بحضور أيضا لرجال الأعمال ولبعثات دبلوماسية من سفراء الدول الإفريقية وسفراء بعض دول أوروبا. القافلة تأتي في خضم تغير اقتصادي جزائري يعتمد أصلا على تأسيس المؤسسات الناشئة وتأسيس المؤسسات المصغرة. اليوم تم إطلاق ذلك الرابط الذي يسمح لكل أبناء الجزائر في كل ربوع الوطني من التسجيل، سواء في المسابقة الوطنية شاب فكرة، سواء كمشاركين في الدورات والورشات التكوينية التي سيتم العمل عليها في لما نروح إلى ولايات الوطن، وأيضا فيها التسجيل الخاص ب أصحاب المؤسسات من باب عرض منتوجاتهم وخدماتهم خلال نزولنا. تهدف إلى تقريبا أزيد من 18 ولاية في 3 أشهر المقبلة، يعني من جانب في ملايين مارس، وأيضا في لقاءات جوية كبرى، يعني من قسنطينة، من وهران، من بليدة، ومن ولاية وجنة، يتوجه في حفل كبير يوم 15 جويلية 2022 إن شاء الله بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب الذي في الأمم المتحدة. سيتم فيه تكريم المتفوقين الناجحين في المسابقة، وأيضا سيكون فيه فسيفساء اقتصادي شبابي بقوة. سي أنيس بن طيب، ربما لكي نضع الجميع في الصورة، هي الفكرة هي الذهاب إلى الشباب عبر الولايات والاستفادة أو رؤية مشاريعهم. ربما سنعيد ربط اتصالنا بأنيس لكي ينيرنا أكثر حول هذه الفكرة التي هي قافلة شاب فكرة، وهي انتقال والبحث عن المشاريع وعن المؤسسات ربما الناشئة أو الأفكار أو إبداعات الشباب. سي أنيس، هي ربما الآن أنتم من ستذهبون نحو الشباب، أنتم من ستجعلونهم يعني يخرجون أفكارهم وتربطونهم أكان بمؤسسات اقتصادية، مستثمرين، أم بنوك، أم أجهزة تمويل، هذه هي الفكرة؟ نعم، لأنه احنا في إطلاق المسابقة الغاية هو اكتشاف المشاريع والأفكار الرائعة لتجسيدها على أرض الواقع، ثم احنا في الجزائر عندنا أجهزة الدعم يعني لهذه المشاريع وتعرفونها ويعرفها الجميع والخاص، وأيضا فيه مؤسسات اقتصادية ترافق هذه القافلة من باب هي من مول المشاريع التي تأتي ربما في صلب استراتيجيتها. نحكي على مثلا أحسن فكرة في مجال السياحة، عدة فنادق اتصلت بنا وعدة نشيط عدة نشيطين اقتصاديين في مجال السياحة اتصلوا بنا من أجل تبني ربما جائزة أحسن فكرة في مجال السياحة، نفس الشيء في مجال اللوجستيك، في مجال البيئة. يعني اليوم حتى نلاحظ مولود أنه حتى المؤسسات الاقتصادية
عموميه او خاصه تقدم ذلك الاهتمام الى المؤسسات الصغيره، تقدم ذلك الاهتمام الى الافكار الرقميه الجديده، لانه كما يعلم الجميع هو ان اليوم في العالم 70% من اقتصاديات العالم تتجه على الاقتصاد الرقمي. احنا في بلادنا انا في خطوات متصاعده من اجل التحول الرقمي ربما في الاشهر في السنوات المقبله، ولكن تاكدوا انه الجزائر بعد 5 سنوات ربما ستشهد مؤسسات ناشئه ستكون كبيره ولما لا. ربما في هذه النقطة وفي هذا السياق المهم أنه يجب أن تكون الفكرة، وربما هذا هو الأمثل، لا يجب فقط أنه تنال الجائزة أو تكون أحسن فكرة، بل أنه تجسد في الواقع وأن يكون الديمومة لهذا المشروع. طبعا أنا لا يمكن اليوم تتوج أحسن فكرة وهي لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، كاين بعض الامور وكاين بعض الافكار لا يمكن تحقيقها الان فربما في السنتين المقبلتين لظروف ما ولعوامل ما، ولكن نقول ان الافكار التي يمكن تجسيدها على ارض الواقع هي الافكار التي ربما تستحق الفوز وتستحق المرافقه تستحق الدعم. لانه علاش؟ لانه الفكره يمكن تطبيقها على ارض الواقع، لان اليوم تعلمون انه فكره تاسيس مؤسسه فيها اتيود دو مارشي، فيها اتموسفير ايكونوميك، فيها يعني كل العوامل التي ترافق الفكره. اذا كان فيها عوامل ربما تعيق تجسيد الفكره، انا اقول لصاحب الفكره لا تطبقها، لانه نسبه كبيره ستكون مآلها الفشل. لهذا اختيار الوقت، اختيار الفكره، اختيار المشروع الاقتصادي مهم جدا يا مولود. أنيس، ربما هنا أيضا يجب أن تراعوا الظرف أو الخصوصيات الاقتصادية، لأنه أكثر الأفكار نجاحا هي تلك الأفكار التي جاءت استجابة لمتطلبات مجتمعية أو اقتصادية أو تجارية. منطقي ما تقوله مولود، أنه جاءت الموجات الكوفيد وربي يشفي كل المرضى، العديد من الشباب الجزائري اطلق خدمات لا ليفريزون، العديد من المؤسسات الاقتصاديه التي تشتغل مثلا في كوتي لا كونسوماسيون يعني جورناليه تاع المواطن الجزائري اطلقت يعني دي بوتيك اونلاين. يعني اليوم ايتود دو ماشي والظروف الاقتصاديه والمجتمعيه تلعب رقم جوكر في نجاح وفي ديمومات وفي رقي مؤسسه اقتصاديه. عكس ذلك كاين الناس ربما لما لا تراعي هذه الظروف مولود لما تطلق المؤسسه في الاشهر الاولى تتعطل ومآلها الفشل، لانه يعني المستهلك الجزائري عنده خصوصياته وعنده ظروفه وعنده طبيعه الاستهلاك ديالو اللي لازم صاحب الفكره لازم يراعي كل هذه التفاصيل. في الاخير أنيس بن طيب، ستجولون كل ربع الوطن؟ رسالته هو أن سنجوب أكبر عدد ممكن من الولايات. الغاية والنية صادقة هو أن نصل إلى عدة مناطق خاصة المناطق الجنوبية لبلادنا، مناطق الداخلية شرقية غربية شمالية. هذا كله يمكن نحققه مولود بالتنسيق مع عدة جمعيات فاعلين في مجال المقاولاتية، عدة نوادي طلابية في مختلف الجامعات الجزائرية اللي هم يتواصلوا معنا ولهم يطلبوا ننظف المبادرات على مستوى ولاياتهم ومستوى جامعاتهم. احنا نقول ان ايادينا مفتوحه وقلوبنا مفتوحه لكل ابناء ولكل خيره ما انجبته الجزائر، معا سنصل، هذا هو شعارنا طبعا. جيد، ولحبذا ان تنورونا بالافكار النيره والمشاريع المبدعه التي ستكتشفونها في هذه الجوله نحو افكار وابداعات الشباب. ربما لا يسعنا الا ان ندعو لكم بالتوفيق والنجاح والسداد في هذه المبادرة وفيما تهدف له. شكرا جزيلا الشكر سيد أنيس بن طيب على كل هذه التوضيحات. شكرا سي مولود، وتحية خاصة لقناة البلاد اللي دائما ترافقنا واللي دائما تفتح ربما كل قنواتها فقط لدعم مثل المبادرات. بارك الله فيكم. شكرا لك سي أنيس بن طيب. كما نشكر مشاهدينا الكرام على كرم الإصغاء والمتابعة. نصل الآن إلى نهاية نقاش غرفة الأخبار لنهار اليوم، فقرتنا متواصلة، نلقاكم في عدد آخر بحول الله. السلام عليكم.